مساء الخير. ما هو الرقص الحديث والمعاصر، وهل يمكن تطويعه ليعبر عن تجدد حياتنا وقيمنا؟ كيف يوظف الراقصون العرب المعاصرون الجسد وسيلة تعبير ضد قمع الجماعة للفرد؟ وهل الجسد الشرقي مختلف عن الغربي؟ للنقاش أرحب بالفنانين مصممي ومصممات الرقص وليد عوني مدير فرقة الرقص المسرحي الحديث في دار الأوبرا المصرية، جنى الحسن أستاذة الرقص الدرامي والتمثيل في الجامعة اللبنانية، عمر راجح مدير فرقة مقامات، وينضم إلينا في أقسام لاحقة من مصر الفنان محمد شفيق، ومن العراق الفنان مهند رشيد. أهلا وسهلا فيكم سيد جنى، استاذ عوني، عمر راجح، شكرا لانضمامكم. عمر راجح نظم هذا العام في بيروت النسخة الخامسة من مهرجان الرقص العربي المعاصر، مش هيك عمر؟ بالضبط، مزبوط. أنا سمعت انتقادات بتقلك شو يعني رقص عربي معاصر؟ في رقص عربي معاصر أو عم يعني بتفتعلوا ضم هذا الرقص الغربي إلى بيئتنا؟ اسمح لي اسمع جوابك بعد ما نشوف مقتطفات سريعة من هذا المهرجان. إذن من مهرجان الرقص العربي المعاصر في نسخته الخامسة هذه اللقطات. جنى الحسن، التقينا بالعديد من العروض في هذا المهرجان، وليد عوني ما قدرت تشوفه، لكن سؤالي لعمر راجح، البعض بيسألك ليش عم بتسميه رقص عربي معاصر؟ يعني هل هو رقص عربي؟ هل هذه الأجساد ولو يعني كانت لعرب هي حركات يعني حركاتها وبنية العرض عربية؟ أنا بدي بس بلش بشيء. أول شيء شكرا لك جوزيف على هذه الحلقة اللي برأيي كتير مهمة، أنه نحكي عن الرقص المعاصر ونطرح هذه المواضيع اللي إلها علاقة بالمشهد الرقص العربي المعاصر. هل في مشهد للرقص العربي المعاصر بدولنا، ولا عم نفتعل هذا الشيء مثل ما أنت بلشت بالمقدمة اللي في ناس عم يحكوا هذا الشيء؟ المهرجان اللي عم ننظمه كل سنة اسمه مهرجان بيروت للرقص المعاصر، بس السنة بالدورة الخامسة حبينا نعمل 4 أيام ضمن المهرجان اللي هن سميناه الملتقى العربي للرقص المعاصر، اللي استضفنا من عمر
نعم عمر، يعني ما بدي خبر هلا تفاصيل المهرجان وشو صار، بدي الإشكالية البروبلماتيك. هل أنتو تعتبر هذا الرقص عربي أم لا؟ سميته عربي بس هل هو عربي؟ نحن بمجرد ما ننظم ملتقى للرقص العربي المعاصر أكيد في تجارب عم تصير بالعالم العربي، تجارب أنا برأيي كتير مهمة، وجينا جربنا نستضيف كل هودي الفرق لنعرض. أكيد في تجارب عم تصير، وهيدي التجارب بدها وقت. ما فينا نجي نقول إنه بدها وقت، أكيد بدها وقت، أكيد بدها وقت، ما في شيء وليد عوني. وليد عوني، أنت أيضا في مصر تعاني من يعني نقد يقول ما تقدمه هو رقص غربي. هو صراحة مش معاناة بمعنى الكلمة، إنما نحن أسسنا مهرجان الرقص الحديث عم نحتفل بالسنة العاشرة، وده بالقاهرة. نقد بالقاهرة، وهذا ما في مهرب منه النقد الآن. حتى ببلجيكا لما ابتدى الرقص المعاصر أو الرقص بالثمانينات صار في نقد برضو كمان من التجديد، لأن كل شيء جديد بيزعج. فطبيعة الحال لازم يكون في ده، ولازم يكون من نوعين، مهاجم ومع، فهذا ما في مهرب منه. طيب جانا الحسن، هل هذا الرقص، أنت أيضا ترقصين وتصممين عروض حديثة، هل ما تفعلينه يعني ابن هذه البيئة، هذه الأرض، ابن الجسد الشرقي، أو أنه أنت تأثرتي بالتقنيات الغربية وبالمفاهيم الغربية لهذا الرقص؟ والله أول شيء بدي أشكرك على هذا اللقاء. أهلا وسهلا. ثانيا لأنه خليتنا تشوف أصحاب لنا طبعا بالمهنة. لابد من التنويه أنه الجسد هو ليس شرقي أو غربي، هو ابن بيئته، ابن مثل ما تفضلت ابن محليته، متوسطي. نعم. هو متوسطي، وهي شغلة كتير مهمة، لأنه إلى بنية، إلى حيثياتها، وهي مستحدثة بقدر ما هي محلية. هيدي شغلة كتير مهمة. هل هذا الجسد عنده مورفولوجي، عنده بنية هي محددة مختلفة عن بيئات أخرى؟ يمكن هاي ميزة منيحة كمان نقدر نحن نتميز فيها مثل ذوقنا يعني. نعم. بس هذا لا يلغي إنه هي لغة يعني، واللغة وقت نتعلمها بدنا نحملها كلغة، وبعدين منطوعها لمحليتنا أيضا. هذا رأيي. أنا بهلأ رح فوت لنشوف إذا طوعت هذه اللغة يعني لتناسب حاجاتنا وقيمنا وانفعالاتنا. صحيح. نحن ومشاعرنا. عمر، يعني الرقص المعاصر في الغرب ولد بعد ما تحول الإنسان الغربي إلى كائن عقلاني منضبط يعني بنظام عايش، وصل ربما في الستينيات إلى أقصى عقلانيته، وكان لابد من العودة إلى المشاعر والانفعالات وحركات الجسم الحرة، فولد الرقص المعاصر. أحد التعريفات يعني الرقص المعاصر. نحن في بلادنا منعبر كتير بجسمنا، هلأ أنا عم حرك إيدي، وأصلا يعني عاطفيين وانفعاليين. ما الحاجة لي يعني الاتكال على هذه التقنية يلي كانت بالغرب وليدة حاجة لتحرير الجسد بعد ما قيد بعقلانية صارمة؟ أنا بالنسبة إلي يمكن الشيء اللي ذكرته كتير مهم، إنه نفهم نحن على أي أساس بلش الرقص المعاصر بالغرب يمكن، بس كمان في خصوصية مختلفة للبلاد اللي نحن جايين منها، والشيء اللي حكيته جانا كمان كتير مهم، إنه الجسد هو منه شرقي أو غربي، الجسد ابن بيئته، وفي خصوصيات مختلفة لهذه المنطقة لا يتطور رقص معاصر. الشيء الأساسي اللي بتخيل لازم نركز عليه، إنه الرقص المعاصر هو مختلف عن أنواع الرقص الأخرى، بمعنى إنه منه رقص استعراضي، منه الأهمية فيه منه للترفيه، منه للشكل. الرقص المعاصر هو بيحكي عن مواضيع العلاقة بالفرد، العلاقة بالجسد، العلاقة بالمحيط اللي الفنانين عايشين فيه. فهذا الشيء كتير مهم لنحنا كمان نشوف شو له علاقة هذا الرقص المعاصر ببيئتنا وببلادنا وبالمحيط اللي عايشين فيه. طيب فإذا عمر ذكرت اهتمامكم بالجسد، بالتعبير عن الجسد، الجسد هو أداة تعبير عن كل هذه القضايا، مشاكل الفرد
في بيئتنا، بدي اشوف كيف عم تتناولوا الجسد ولماذا يتهمكم بعض الشخصيات الاصوليه المتشدده بانه رقصكم ماجن وخلاعي، وحتى بانه يطبق اجنده صهيونيه. يعني عم بنقل هذا التعبير عن لسان بعض الاصوليين، يعني في رام الله، في الاراضي الفلسطينيه، واسئله اخرى لضيوفنا بعد اول استراحه سوف نعود. رائحة الثلج أحد عروضك وليد عوني. برجع لعمر راجح. عمر راجح، حركة حماس اتهمت مهرجانكم العام الماضي برام الله بأنه مجون وخلاع، وأنه يطبق أجندة صهيونية غربية مقابل الدولار الأمريكي. شو ردك؟ أنا برأيي في انتقادات إلى علاقة بالفن والثقافة ممكن رد عليها، بس بالنسبة لي ما يعني ما في يفوت بسجال من هالنوع، يعني ما عندي تعليق على الموضوع ابدا. بدي بس اقول لك انه بالنسبه لي الجسد هو بالرقص المعاصر هو فعل وجود، مش اكثر من هيك. ما عندي ابدا رد على هذا الشيء، ويمكن مثل ما قال وليد انه دائما الشغلات الجديده الشغلات في ناس بتخاف منها، وهيدي مشكلتهم. انا برايي هيدا يمكن شيء كثير سطحي وساذج. وليد، انا بفتكر انه نحن كفنانين او كوريغرافيين ومخرجين ومدراء مهرجانات ما لنا حق نتهجم على الناس اللي بتهجموا علينا. يتهجموا علينا نحن لازم نسكت، لان لازم في شغل. في شغل لازم نكون نحن على خريطه الرقص المعاصر العالمي. ما بنقدرش نكون نشوف قدامنا العالم كله عم بيتطور بفن حديث متطور ورايح للمستقبل، ونحن نضلنا هيك. نحن المفروض نبص على اللي بتهجموا علينا. انا كمان بمصر تهجمت كثير، وكانوا يقفوا لي المدرسه، وكانوا يقفوا لي مهرجان وكل ده، وما رديت على حدا خالص. مثل ما قال راجح انه نحن لازم نكون الموجود، انه نبص على المستقبل ونبص على قيمتنا الفنيه. جنى، يعني الثقافه الاصوليه والحركات الاصوليه ترى في الماضي والسلف الصالح ما يجب ان نبني عليه. وزير الثقافة السابق في حكومة حماس عطلة أبو السبح قال، كما نقلت عنه سوسن الأبطح في الشرق الأوسط في 16/4/2009، قال إن الرقص لم يكن يوما جزءا من ثقافة الشعب الفلسطيني. يعني مش بس الرقص الحديث والمعاصر، يعني عم يتحدث حتى عن الرقص. يعني كيف تنظرين أنت إلى هذه الفكرة؟ أنا أعتقد أنه الاختيار هو واحد، ولكن كيف نتعامل مع هذا الاختيار؟ أسلوب التعامل يجب أن يكون حكيم وعقلاني. نعم. يعني طبعاً كل زملائنا نحن منقدر موقفهم، لأنه نحن مقتنعين واخترنا طريقنا، بس بنفس الوقت لابد من التعامل بأسلوب من لا اتهام ولا يعني اسقاطات خاصه. يعني مثلا مجرد انك انت اخترت تتعامل بالجسد، نعم، انت عملت شوا اختيار وانما
طريقة التعامل بالجسد إلى طرق وطرائق وآليات. وهي بتركها لكل مصمم أو مؤلف. فينا نلاحظ هون أنه الفكر الديني المتشدد، ليس الفكر الديني عامة بل المتشدد، يعني يتعاطى مع الجسد بده إياه منضبط، بده إياه بتعبير منمط. لا، أكثر من منضبط، بده إياه مقفل. شو يعني؟ مقفل يعني لا حرية لأي جزء من كل حركة واتصال الحركة بالأخرى. يعني إغلاق المساحة المكعبة للجسد، عدم إعطاء الجسد أي إمكانية لحريات. وأنا برأيي إنه يعني أنت بتعرف إنه يعني بديانات القرون الوسطى حتى، وهذا تتابع مع ماذا يحصل اليوم، يعني أي موقف تعسفي إكستريميست فونداماليست يعني أصولي متطرف، هو موقف يخنق الجسد. ما يعني تتحدثين عن المسيحية في القرون الوسطى في أوروبا والإسلام، يعني في كل الديانات التي تأخذ بأي مساحة لأي حرية إلى أقصاها. لا يعد هناك أي حرية، لا للخطابية الشفهية ولا للخطابية الحركية. عمر تفضل. بس بدي أقول شغلي، أنا برأيي ما فينا نحط الرقص المعاصر مقابل الدين أو هو ضد أو هو، لأنه هن منطقين مختلفين تماما. يعني كثير ما فينا حتى نعمل مقارنة بالنسبة إلي، لأنه جايين من أفكار كثير مختلفة، أفكار العلاقة بالوجود. ما فينا نقارن، إنه الرقص المعاصر تعاطيه مع الجسد كثير مختلف كيف الأديان بتصور الجسد، بدون ما نفوت نحن. ما معناتها عم أقول أنا إنه الدين ما بيسوى أو الرقص المعاصر ما بيسوى، بس عم أقول ما فينا نعمل مقارنة بهالمحل. لا، نحن عم نحاول نفهم ليش يعني حركة حماس وبعض شخصياتها هاجموكم بالوقت اللي الإيجابية اللي تعاطى فيها جمهور رام الله مع المهرجان السنة الماضي كانت ملفتة، على عكس جمهور القاهرة على سبيل المثال. هذا كلام لك صحافي؟ لا، هذا صار في توضيح، لانه بتخيل يعني انا ما ذكرت القاهره، لانه نحن المهرجان اللي عم نعمله عم بيصير عبر طبعا سريه رام الله بفلسطين، وتنوين دانس تياتر بدمشق. نعم. والبرفورمينج ارت سنتر او المركز تونس الوطني للفنون بعمان. نحن عم نعمل مهرجان ببيروت، دمشق، عمان ورام الله، او فلسطين في رام الله، نابلس، الناصره، بمدن متعدده. نعم. كان في غلط في المقابلة، نزل توضيح مفروض. نعم. كمان. طيب ذكر عمر راجح في سياق تحضير لهذه الحلقة أنه في الغرب يعتبرون أننا نرقص، حين يقدم عمر أو سواه عروض عربية في أوروبا، يعتبرون أننا نرقص كعرب، وهنا في العالم العربي يعتبرون ما نقدمه فنا غربيا. يعني كيف تفهمي هالشيء؟ سؤال جميل جدا. لقلك ليه؟ لأنه هذا الالتباس هو التباس قديم، ليس بجديد. لأنه بدقيقة، نعم، بدقيقة واحدة، ما هو مقدس في حضارة ليس مقدس في حضارة أخرى. أقل من دقيقة. هذا جوابي. ولكن شو علاقة تقديس هون؟ يعني مقدس يعني sacred، يعني ما مثلا ما أراه كخطوات تصميمية في حضارة ليست تصميما راقصا في حضارة أخرى. طيب، رح نشرح هذه الفكرة أكثر بعد الاستراحة. لماذا يعبر فنانور الرقص المعاصر العرب أو الأجانب عن حاجاتهم بواسطة الجسد؟ لماذا تحول الجسد وسيلة تعبير أولى ووحيدة؟ أنت حاطت حلقة بجسدك، آخرون بيعملوا وشم. هذه ثقافة جديدة بالنسبة للجسد الشرقي. وأسئلة أخرى إلى ضيوفنا مشاهدينا الكرام، لحظات ونعود. Thank you.
إذن شفنا مقطع من عرض عمر راجح بعنوان اغتيال عمر راجح. عمر، أنت في عملك تطرح جدوى الفن بمواجهة القتل والعنف، وبتسمي بنص يعني رافق العرض الصحفيين الشهيدين جبران طويني وسمير قصير. عندك جواب عن معنى الفن بمواجهة العنف والقتل والاغتيال؟ أنا بالنسبة إلي بهذا العرض بالتحديد يعني كمان عم بتسأل، لأنه هو لأسئلة صرت أسألها لحالي، إنه أنا شو عم بعمل بهذا المحل، إنه كمان هل هيدي المهنة اللي اخترتها أنا الرقص المعاصر إلى معنى حد هالقد أمور كتير قوية، حد يعني حوادث هالقد قاسي وعنيفة. ويمكن المقطع الصغير اللي قدمناه، لأنه هذا العرض عم يتطور، العرض مفروض عم يحكي بشكل عام عن الاغتيالات اللي صاروا ضد الصحفيين، وهذه نقطة الانطلاق. الفكرة منها أنه يعني القمع ضد الكلمة وضد يعني لمحل يصير فيه نوع من الإلغاء. فأكيد أنا بهذا المحل بدي عم بسأل حالي إنه أنا شغلي شو له علاقة بهذا الشيء؟ شغلي حد هالقد حوادث كتير كبيرة وحوادث مهمة عم تمرق بحياتك؟ طيب، اليوم طيب عم تشتغل رغم كل شيء، أنت عم تشتغل حالات جنائزية شفناها بالعرض، أصوات ملغزة ورقص ميكانيكي، لكن أيضا في رقصات متمردة. شفتي عرضه جنى الحسن؟ طبعا. شو يعني قدر من خلال تقنية الرقص المعاصر إنه يواجه هذا العنف؟ يعني قدر يقدم نص أقوى من الواقع العنيف يعني أولاً، أو يوازيه قوة؟ أنا فهمت من عمر أنه هو هيدا work in progress، يعني هذه ورشة عمل شوكيس، يعني 20 أو 26 دقيقة. نعم. طبعاً في هو قابل للتطوير، تطوير أكثر. نعم. فطبعا يعني لم نقيم نحن، لا، الفن هل يستطيع أن يواجه العنف؟ طبعا يتعامل معه، مش بس يقاربه، لا أكثر، بيصير في تعشيق. يعني تعشيق، بيدخل العنف إلى جسد العمل، إلى جسد الراقص، وبيطلع بشكل تنفيسي تطهري يعني، أو جماليا تطهري أو بشاعة تطور. يعني البشاعة بتعرف بالمفهوم الأرتو القديم أساسا، ما أنه جديد، وكل مفاهيم الأستاتيك الجديدة تأخذ البشاعة والجمالية بمجالات نسبية جدا. يعني وليد عوني، هو في يعني ما في مهرب، نحن عايشين بمجتمع وعايشين بعصر السياسة موجودة فينا. نعم. إن كان بلبنان، إن كان بالبلاد العربية، أو بالكان العالم، بكان العالم. نعم. فالعروض كلها هي لازم يكون نحن متأثرين بالسياسة، والسياسة والعنصرية موجودة، والحروب موجودة، ما بنقدرش نهرب فيها. نحن متأثر بهالعالم، متأثر من المجتمع، متأثر بكل ده موجود، لازم يكون موجود. طيب أنت عرضك رائحة الثلج كان حول الاحتباس الحراري، مش هيك؟ قضية أيضا سترة النجاة تحت المقعد، عرض سياسي اجتماعي عن الخوف، مش هيك؟ في الطائرة، مظبوط. وفيها تداخلات سياسية وكل المقامات اللي الواحد بيقدر يهرب منها. طيب أنا بدي أرجع على مسألة هوية رقصكم المعاصر والحديث. شوف، بدي لك شغلة. تفضل. هلا لما ابتدينا بسنة 80 بدأت عروضي ببلجيكا، كانت أول ظهور الدانس تياتر، الرقص الحديث، المسرح الحديث. فهناك لما أنا ابتديت ظهر في بلجيكا في الثمانينات، ظهر ببلجيكا، ظهر من ووبرت هال من ألمانيا، بينا باوش. بس أول ما انتقل من ألمانيا على بلجيكا بالثمانينات، وابتدينا هناك نحن. فلما ابتديت عن رابعة العدوية، وابتديت عن عبد الوهاب البياتي، فكلاتهم بصوا علي على أساس مين هيدا العربي اللبناني اللي بيعطينا هالحركات اللي هي ما له دعوة بينا. لما جيت على مصر بالتسعينات وابتديت بمصر، نفس الرياكشن صارت، مين هيدا العربي اللي جاي من أوروبا ويعطينا حركات أوروبية. ساعتها انتبهت على الموضوع كتير مهم، انه لازم
وياما رجعت لعند بيجار قلت له ما مش حقدر كمل. موريس بيجار التي عملت معه راقصا ومصمما للديكور. على اساس انه خلص ما بقدرش اقعد بمصر، انما اذا بدي اقعد بمصر ساعتها لازم ادرس سياستها، ادرس ثقافتهم، ادرس حضاراتهم، ادرس كل الثقافه المصريه والحضاره العريقه كلها لحتى اقدر استقلم مع الرقص الحديث وهكذا. وهيك صار. ايه بس جنرال حسن ما بعرف اذا بتوافقيني، يعني كنا عم نقول انه لو ليش وليد عوني ما فوت الرقص التراثي المصري الفولكلوري الى شغله اكثر؟ يعني بتوافقي؟ ايه ما كنت بتتمني هالشيء؟ انا مش ضد، مش ضد. اذا الفكره هلا عم اقول له لوليد، اذا الفكره اجت على باله، لانه كمان المصمم عنده مزاج. هو الرقص الحديث عباره عن مش بس رقص وجسد، انه يكون في جماليات او يكون في حركات عنف او اثاره او كل اللي نحن بنعرفه، انما هو فكر. هو الجسد، جسد متعلق بالفكر. اذا ما في فكر ما في جسد. التقنيه موجوب علينا انه يكون عندنا تقنيه رقص، انما الفكره لازم تكون موجوده لحتى تكون الاثنين مع بعض يتحطوا. طب كراكلا جمع فوت رقص التراث الفولكلوري مع الرقص الغربي الحديث، وقدم ما سماه مسرح راقص كما تقول انت، كما يوصف مسرحك. انت ما فوت شرقي، ما فوت رقص تراثي. مش المفروض؟ ليه؟ نحن قضيه التطور اللي عمله كراكلا، عمل حاله تراثيه مهمه جدا، واول حركه رقص بلبنان هذا كثير منيح. انما هو رقص حديث من التراث، هو الارث، اشتغل على الارث، اشتغل على التراث، اشتغل على التيمات عن شكسبير. يعني بدلنه من الاقتباسات الجميلة التاريخية اللي لازم نحن كمان تكون موجودة. نعم. مثل الفولكلور مع رقص الحديث، الفولكلور لازم يكون موجود. نعم. رقص الحديث لازم يكون موجود، الباليه لازم يكون موجود. هو ما بنقدر نمحي. طب هو استعمل التراث مع الحداثة الغربية. أنت ما أخذت من التراث، اكتفيت بأنه جسد أجساد راقصيك وجسدك هو شرقي، شرقيته موجودة فيه. موجود. بدون ما تأخذ حركات الرقص الفولكلوري. لا، هو ما بتقدر. هو تطور كمان من رقص الفولكلوري، وتطور حاجات شغلات كتير حلوه. نعم. ولغايه دلوقتي بنشوفها كتير حلوه. انما لما بتطلع للعالم، نحن بدنا نمشي على خط متوازي للعالم، ويمشي بتطور. نعم. الفن الحديث. طيب ما بيهمك يعني انه تقنيات غربيه في يفهمها ويستوعبها راقص شرقي وجمهور شرقي؟ انت هيك ترى. نعم. سوري، في عندي شغله. انا انت سالت سؤال، ما تعتذر سلف، يمكن راح تقوله ما بيستدعي الاعتذار. في سالت، طرحت شغلي انت بالنسبه لي كثير مهم، ان قلت لي بالرقص المعاصر الجسد هو الاساس. ليه؟ انا بالنسبه لي دائما بالرقص، شو ما كان نوع الرقص، الجسد هو الاساس. الفرق هو مفهوم التعاطي مع هذا الجسد. كيف عم نتعاطى مع هذا الجسد؟ ويمكن هون فينا يعني كمان نفرق بين في كلمتين مختلفين، اللي هن الرقص الحديث اللي هو في له مفهوم تعاطي مختلف عن شيء اسمه رقص معاصر، وكيفية التعاطي مع الجسد كمان مختلفة كمفهوم. فهولي بالنسبة لي شغلات كتير أساسية وكتير مهمة إنه نحطهم بهذا المحل. نعم. طيب بعض الفنانين عمر خلال الندوات يلي رافقت مهرجانكم في بيروت، بعض الفنانين تحفظوا على تصنيفهم أو تصنيف عروضهم بأنها عربية أو إسلامية أو إفريقية، وفضلوا الانتماء إلى فنهم فقط مثل ما قالوا. حتى أنه الكوريغراف المصري أدهم حافظ طالب أن ينظر إلى كل عرض على أساس ما يقدمه العرض نفسه، وفضل استعمال مصطلح العالم الناطق بالعربية على مصطلح العالم العربي. بالضبط. أنا يعني عمليا أنا مع هذا الشيء. أنا بالنسبة إلي وقت كنا عم نفكر إنه شو بدنا نسمي، هل بدنا نسمي هذا المهرجان أو البلاتفورم مهرجان الملتقى الرقص العربي المعاصر، أنا برأيي كان مهم نسمي التسمية، بس كمان نوضح إنه نحن مع أدهم إذا بدك بالمفهوم اللي عم يحكي فيه، لأنه نحن جايين من دول عربية، وهي في كتير فرق وقت تقول انه هيدا رقص عربي. ما بدنا نجي نسكر على حالنا، ما بدنا نجي كمان بمفهوم الرقص المعاصر نسكره ونعلبه ونقول هيدا هو الرقص العربي المعاصر. هو اذا بدك التعبير بس
تعبير تقني، وبالآخر كل فنان بيعبر عن شغله وبيعبر عن همومه الفنية. يعني مسألة الهوية هي قيد وليد عوني بالنسبة لك، هي إشكالية الهوية؟ ما بفتكر، ما كنت عم بتوافق عمر. بس لا، هي الحرية. أنا مستغرب من أدهم أنه بيقول أنه عربي، مع أنه لغته، مع أنه العرض اللي بيقدمه عرض باللغة الإنجليزية، وداي اللي نحن كنا ضده تقريبا، انه هو جاي من مدرستي على كل من لا، هو قال ما بده يسمي عرضه عرض عربي، قال ويفضل يقول العالم الناطق بالعربيه. يعني لو بفتكر هذه مصطلحات كثير، نحن عم نروح بعيد بفتكر بموضوع تسميه الرقص وتشكيلاته، او انه هو غربي او شرقي. الرقص هو يونيفرسال، يعني هو عالمي كلياتهم. نحن بنشبه كلياتنا مع بعض. نحن اذا رقصنا هون، اذا لبنانيين مصريين او برام الله، مرة في مهرجان كثير مهم بيعزموا كثير فرق كثير حلوه، انما انه الرقص هو رقص باي لغه. ما بتقدر تقول اذا انا عملت كده هيك عملت هيك، والواحد اوروبي عمل حركه ثانيه، انه هيدي بتتفسر لاني انا لبناني وهو لانه شو، خالص كله بيشبه بعضه. بس هي الهويه انه الواحد بيقدر يروح على فكره. ولي انا الشيء اللي عم تحكيه انا بوافق عليه 100%، ولكن في خصوصية، يعني فينا نحكي عن خصوصية للتعاطي مع الجسد وكيف عم نتعاطى مع الجسد. طبيعي كلنا منتحرك، وكلنا وقت نطلع بأبسط فعل ممكن نعمله اللي هو المشي اللي بنمشي على الطريق. نعم. الناس اللي بتمشي بلبنان تنقول كتير بتختلف عن الناس اللي بتمشي بأوروبا. نعم. ما عم نجي بمنحة تعصبي، بس هيدا في خصوصية للتعاطي. خليني أشوف هذه الخصوصية، بدي أبحثها بعد الاستراحة. وليش وليد عوني بعد ما قال لي هذه الحلقة والوشم على أجساد اليوم الشباب الجدد في العالم العربي، وأسئلة أخرى بعد هذه الاستراحة. لحظات ونعود. جنى الحسن، أربع نساء أحد عروضك. أنت بتقولي أنا ما بقدم الميوزيكال، كنت عم تتحدثي عن مخدة الكحول، العرض اللي مع المسرح دكتور انتصار عبد الفتاح، قدمته المسرحية الموسيقية الراقصة مخدة الكحول يلي أخذت جائزة مهرجان المسرح التجريبي في مصر العام 2000. قلتي لي ما بقدم الميوزيكال بل المسرح الحميمي. شو يعني الحميمي؟ يعني مبني على إعادة تركيب تصميمات معينة منها، مثلا مخدة الكحل بالذات كان علاقة أنا وانتصار على دراسة عالم المرأة الشرقي، نساء النيل كيف بيكبروا، كيف بيكونوا في عندهم ميت، هني أساطير ليجند، إنه كيف البنت. طبعا وليد هلأ حيفيدنا كتير، بس قعدنا 3-4 أشهر نشتغل مع كوثر مصطفى اللي هي معروفة في كتابة نصوص عن تاريخ المرأة في مصر. نعم. كيف بلشت مع سميرة عبد العزيز في التمثيل، مع تلاميذة من أوبرا القاهرة، في إعادة تركيب حيثيات التراث وإدخال عليها تقنيات حديثة. تقنيات حديثة طبعاً. هو المسرح البوليفوني المصري هيك يعني سمي، طبعا الموسيقي البوليفوني. طيب بتقولي لي، قلتي لي خلال التحضير انك تعملين على تفكيك الجسد. نعم. واعاده تركيبه. نعم. كيف يعني بتفككي جسد الراقصه او الراقص؟ إيه؟ حرام، الله يساعدهم. الله يساعدهم. بالعكس هن كثير مبسوطين، بينطلقوا من نقطه صفر. إيه؟ لحالات الجسد. تفكيك الجسد اي اعاده
الجسد إلى حالته العادية الطبيعية. في كتير ناس بيجوا اخدين تكنيكات من برا، إليات معينة في الرقص. في الرقص نحن إذا بدك بس نشتغل نوع من تصميم راقص درامي، عندنا هدف. نعم. ألا وهو أداء ممثل وأداء راقص. نعم. مختلفين يمكن عن الباقي اللي هو عنده كونسبت أو فكرة بيشتغلها بالتجريد، بيركب عليها صور. نحن عندنا نصوص درامية إلى حبكة وخيال، تطلبون شعرا وكلاما إلى الأرض، ونصوص درامية معترف فيها في العالم. ليش؟ هلأ آخر الشهر عندي العائلة توت. نعم. لأركون الهنغاري انكتبت بالحرب العالمية الأولى. ليش بتفوت الكلمة؟ مش كيف الرقص؟ لا، برأيي لأنه أولا أنا أستفيد من طاقات مؤدين 4 سنوات دبلوم معهد عالي في التمثيل، إلى جانب أنه الدراما تحمل في طياتها رمزيتان اللي هن اللغة ورمزية اللغة في الحركة، وهذا شيء مهم. وليد عوني، أنت ما عندك اللغة، أنت يعني بتعمل صور، مشاهد مبتكرة خيالية تجريدية، والبعض يقول أنه هذا الرقص المسرح الحديث وصل إلى العدمية، إلى النهيليزم، إلى المينيماليست كمان، الجزئيات. إذا تشتغل على الجزئيات إيه، بس العدمية يعني أنتم عدميين، ما عندكم شيء تقولوه كأن. لا، مين عليك. بالرأس، بالرأس صار كل ما هو، شوف، في شغلة لازم نعرفها، إنه الرأس مش معناتها كل حركة معناتها إلى كلمتها، إلا إذا دخلت الكلمة فيه بالرأس. بس مش كل حركة أو كل جمل حركية معناتها بتعبر عن جمل بمعنى، لأن مش حترضي كل الناس. نعم. هو الأفضل عندي أنا أنه لما تعمل حركات هو الجمهور يجي ويكتشف هو شو عايز يكتشف. مش أنك تجبره أنه هيدي معناتها هيك، أنه في ترجمة حركية جسدية للجمهور مشان هو يفهمها. إلا إذا دخل النص، نص ساعة بيساعد الجسد. نعم. إنما الجمهور لازم يدخل، لأن لازم يدخل ويكتشف شيء بدل ما أنت تعطيه اللي هو عايز يكتشفه. نعم. طيب. ومش حترضي كل الطبقات. طيب عمر راجح، الرقص المعاصر مختلف عن الرقص الحديث كما يقدمه وليد عوني، مش هيك؟ الجسد مختلف، تقنيات الجسد مختلفة. إذا بدك، أنا اللي حابب أقوله وشغلي كتير مهمة بالنسبة إلي، إنه الحداثي بمفهوم الحداثي حتى بأوروبا من تقريبا من 1600 لليوم لبلشت فلسفة مختلفة اللي تطور منها الرقص المعاصر، ربطوا بين الرقص أو مفهوم الرقص، هو ربطوا بين الرقص والحركة. يعني نحن ما فينا نشوف شيء اسمه رقص بدون حركة، دايما إنه أوكي إذا في حدا عم يرقص معناتها عم يتحرك. اليوم الرقص المعاصر بيفصل بين هول الشغلتين، الرقص هو موجود ككيان بحد ذاته بغض النظر عن الحركة. الحركة هي شغلة مختلفة، حركة الجسد شغلة مختلفة عن مفهوم الرقص كرقص كهيك ميدان أو كنوع من الفنون. من هيدا المحل إذا بدك أنا عم جرب ميز بين الرقص الحديث والرقص المعاصر. طيب ايه، بس ميشيل لابورت الباحث المسرحي الكندي بيقول، هو مش عم يحكم لا سلبا ولا ايجابا على الرقص المعاصر، بيقول انه الرقص المعاصر محاولة اعادة اكتشاف المسرح، يعني كأنه لحتى تهربوا من المسرح عم بتروحوا على الرقص المعاصر، انه في عناصر اولية للمسرح. انا بدي رد. تفضلي. نو. بس انت ما بتعملي رقص معاصر؟ بيان سور بعمل، انا اسست الرقص المعاصر بلبنان. حدا يقول لي عمر لا. شو عمر؟ طبعا. لكن شو أسسنا بال 86 بلبنان؟ أنا هون. شو؟ لا، أنا اشتغلت مع جنى، اشتغلت وجنى استاذتي بالجامعة كمان، يعني وهيدا السبب إذا بدك. ما فينا يعني اليوم ما فينا نفصل، يعني حتى وقت إجي عم بقول أنا إنه الرقص هو مفصول عن الحركة، بس كمان بنفس الوقت لأنه العرض المتكامل الكله سوا، ما فينا نجي نقول هيدا مسرح وهيدا نص وهيدا التكست، ما فيهم يكونوا موازين بالعالم. بس الدراما، مفهوم الدراما، مفهوم المسرح، وقت تحط يعني وقت نقول الجسد هو فعل على المسرح، وقت نقول الجسد هو فكر. طب ما هيدا كمان هول جايين من فكر جاي له علاقه بالمسرح. وهذا الشيء المهم بالرقص المعاصر، ما معناتها طيب رجع للمسرح. انا برايي هو اخذ المسرح أبعد على مكان مختلف، ابعد يعني بالضبط، ابعد بكثير. طيب يعني وليد شو بتوافق؟
هو بوافق بس جاي من المسرح بس لان لا لان في هو انا جاي اكثر من الرقص من الرقص اكثر من المسرح. انا تاسيسي باليه كلاسيك يعني وانا كمان وابتدينا مع وابتديت مع بيجار وتغيرت المعايير وبتغير كل حاجه مع يعني مع بيجار يقدم الرقص الحديث. هلا مهرجان عمر وشغل عمر والشباب والفرق العربيه او الاجنبيه اللي دعيها على المهرجان في عدة عواصم عربية بتقدم رقص معاصر. هذا من بعد بيجار. من بعد بيجار. نعم. أنت بعدك عند بينا بوش وبيجار. بيقولوا الشباب. بيقولوا الشباب عنك هيك. طيب ما فيش أي مشكلة. ما في مشكلة. ما في مشكلة خالص. بسطت جانا كمان. أنا بحبها كتير. لها خلقة أنا. أنا بحبها لبوش بالعكس. إنما بدني بمصر عم بحترم التطور بالرقص الحديث الشرقي. صحيح. الشرقي ما بعرف اذا الشرقي ما بعرف اذا الشرقي في شرقي بشغله يمكن في يعني انا حسب ما شفت عنده لوليد في مثل ما محترف اسمه نقش عنده نقشات نقشات شرقيه ايه ايه وليد عوني في اعمالك الراقصه المسرحيه الحديثه او في اعمال الرقص المعاصر عند الشباب جسد حر، جسد منه جسد شرقي بالمعنى الكامل، منه منمط يعني، وأنا كنت عم بقول الشباب اليوم يعني حتى اللي ما بيرقصوا علاقتهم بجسمهم كيف بيلبسوا بحطوا وشم على جسمهم، قلت لك أنت حاطط حلقة، هذه الحلقة تعطي جسدك هوية منها هوية شرقية، لأنه الهزينة هيدي جاية من الغرب ويمكن من حضارات قديمة كانت يمكن حضارة فرعونية كانت في مصر ولدها الفراعنة أنا ما بدي أسمي البلد ولا مين المسؤول العربي حين دخلت لتقابل مسؤولاً عربياً شو قال لك مدير مكتبه؟ قال لي مشان أنه معلش الحلقة معلش إذا بتشيلها قلت له لا ليه بدي أشيلها مع أنه هو أصلاً أنا حطيتها فنياً لأن أنا قمت بدور بفيديو آرت لعبد الهادي الجزار بالمجنون الأخضر وكان لازم يعني يكون في حلقة أو الحلقة هي طويلة مثل ما هي رسمة عبد الهادي الجزار وعملت الكليب فيديو الفيديو آرت اللي أخذت عليه جائزة بالفنون التشكيلية فهذه كانت بداية كأنه فن كأنه دي حرية فنية يعني ما لها علاقة بهوية بفتكر لأن قبل ما أروح على أوروبا كانوا بلبنان هوني في ناس عندهم حلقات ولما بيكون شباب كان في عندهم حلقات وبأوروبا كان في عندهم حلقات وبمصر في كثير عندهم حلقات قلت له انا قابلت رؤساء جمهوريه انا سلمت على ملوك ورؤساء من بعد عروض كبيره للاحتفالات وطنيه وسلمت عليهم وكذا وسلمتهم مثل ما انا مثل ما انا وما كانش في اي انتقاد على الموضوع فليش بدي اروح على مسؤول قال انه شيل وشلتها حين قابلت هذا المسؤول الكبير لا. دخلت سلمت عليه في مكتبه وانت عادي وما كانش في اي رياكشن او اي نقد على المواضيع طيب بعد الاستراحه نعود الى الحوار الى حلقه الرقص المعاصر والحديث وينضم الينا مهند رشيد الفنان العراقي ومحمد شفيق الفنان المصمم ايضا والراقص المصري مشاهدينا الكرام سوف نعود